بما اننا بنتكلم على اهتمام الدوله، خلينا نقول ان الانتخابات الرئاسيه دي عمليه ديمقراطيه كفلها الدستور للمصريين بالخارج من اكتوبر عام 2011. طيب احنا لو هنتكلم على وجهه نظر حضرتك، هل هناك اختلاف او نقاط اختلاف بين انتخابات 2024 عن غيرها من الانتخابات السابقه؟ طبعا هو في اختلاف كبير جدا. احنا انتخابات 2018 كانت الاوضاع السياسيه والاقتصاديه مستقره الى حد كبير جدا، مصر ما كانتش بتواجه اي تحديات على الصعيد الامن القومي، وده طبعا كان ليه عامل جدا في المشاركه. انما انتخابات 2024 هي محاطه بتحديات كبيره جدا. احنا في البدايه عندنا 2019 تحديات اقتصاديه، جائحه كورونا، عقبها الحرب الروسيه الاوكرانيه، كل هذه العوامل شكلت خلقت تحديات اقتصاديه ليس على مصر بس على مستوى العالم جميعا، ومصر طبعا ليس بمنأى عن العالم. النقطه الثانيه ان ازمه غزه والتي ظهرت على السطح مجددا طبعا غيرت شكل المنطقه بالكامل، وغيرت مفهوم الامن القومي لدى المواطن، لان طبعا المواطن المصري هو الاهم له، هو الامن القومي قبل النظر الى التحديات سواء اقتصاديه او اجتماعيه، هو الامن صحيح. القومي وحدود الدوله هو بالنسبه له هو الاهم. الى جانب ان المواطن المصري خلال ال 55 يوم اللي فاتت هو لمس التحديات الامن القومي بشكل مباشر، هو لقى الاعلام الدولي بيتكلم بشكل كبير جدا عن مخططات التهجير، بيتكلم عن ترحيل تهجير الفلسطينيين الى جنوب الى سيناء، الى طبعا الى جانب ان الدوله قياده سياسيه مصره على موقفها على ان عدم المساس بالامن القومي، المساس بالامن القومي هو خط احمر. كل هذه العوامل ارجعت للمواطن فكره التحديات الامن القومي، خطوره الامن القومي على مصر، خاصة ان احنا عشنا في سنوات يعني بعد 2011 او 2014 شهدت مصر سنوات من الاستقرار الامني. فالمواطن اهم بالنسبة له، اي شيء اهم بالنسبة له هو الامان. فطبعا دوت يعني الـ الانتخابات 2024 هي تختلف تماما عن انتخابات 2018، خاصة في ظل التحديات المنطقة سواء بقى كانت فلسطين او ليبيا او اليمن. كل هذه التحديات طبعا جعلت المواطن المصري يعني يدرك حجم المخاطر اللي بتحيط بالدوله المصريه، وكان عليه ان هو لازم ينزل ويشارك، وده اللي شاهدناه في الايام الماضيه خلال الانتخابات في الخارج. ونتمنى يعني ان تكون الانتخابات في الداخل يعني على قدر كبير مثل الخارج.